بسم الله الرحمن الرحيم. دائما السلسله ديال الان في سي وغنشوف ان شاء الله دابا مفهوم ايمان على الشمال هكذا، وغنشوف ان شاء الله واحد المثال بسيط. اذا هاد لي اش تي ام ال هيلبر بحال قلتي حتى هو بحال قلتي لي فونكسيون، تقدر دير لي بروسيدور لي فونكسيون وسط اش تي ام ال كما قلنا هنا، وتقدر تعيط على هذوك لي فونكسيون يمكن لك تفهمها بهذه الطريقه هذه. اذا نقدروا نديروا مثال بسيط جدا، نبداو من ازيرو. اذا نصايبوا ان شاء الله شي كونترولر هو المهم بزاف. اذا غنعاد واحد الكونترولر جديد يكون ان شاء الله فارغ. كونترول حنا شرحناه في الفيديوهات السابقه بتعمق، فوالا، وقلنا بانه راه هو فيه مجموعه ديال لي زاكسيون. هذوك الاكسيون يقدروا يكونوا هما دي فيو ولا دي زانترفاس يرجعوا ديال انا غنسميها خويا تيست هيلبر. عطينا غير مثال تيست هيلبر، فوالا، وان شاء الله غيعطيني اون كلاس. فوالا انا نمشي نكبر شي شويه هذه القضيه هذه. فوالا، وهنا هاد لاكسيون اندكس هادي نقدر نسميها شي اندكس، نيتها تا بوطون دروات غندير شي فيو باش يتسمى لي اندكس. اد فيو ها هو يعطيني الحمد لله السميه ديالو هنا، وغنقول لي بانه فارغ ما تتبعش شي حاجه. يعطينا شي اومبتي مود، يعني اون باج اش ام ال عاديه خاويه ما فيها حتى حاجه. اذا الحمد لله الاكستنسيون كما قلنا اللي هو هات الاكستنسيون هو اس اش ام ال اندكس اش ام ال تابع الى تابع الكونترولر تيست هيلبر. فوالا، اذا كما قلنا هادشي نقدروا نحيدوه، ما عندنا حتى مشكل لانه ما تيورد حتى لايوت ولا ما عندوش ان بحال قلتي ان باج ميتر ولا شي حاجه. هنا نتعلموا الهيلبر ان شاء الله، نتعلموا كيفاش نقدروا ان شاء الله اننا نبرمجوا بحال قلتي اون فونكسيون مثلا، غير بحال قلتي اون فونكسيون. اذا نبداو دائما اروباسك، اذا الحمد لله هيلبر مينيسكول. فوالا فوالا، ونسميو السميه ديال الفونكسيون مثلا لا ليست ديال ليزيتيون باغ اكزومبل. اذا نقدروا مثلا نسميوه مثلا ليست ايتيديون، ليست ايتيديون. فوالا، وتقدر تعطي هذه البارامتر كما شفنا في الفيديو السابق اللي كان درس نظري يتحدث عن اصناف اش ام ال هيلبر. وبالتالي ان شاء الله نقدروا نديروا شي بارامتر. فوالا، مثلا نسميوها ليست باغ اكزومبل ايتيديون. فوالا، ليست ايتيديون، وغتكون طابلو، وتكون عباره عن طابلو، وبالتالي غنزيد هاد الكروشيت ان شاء الله. فوالا، الحمد لله. اذا قدرنا كما قلتي ندير التعريف ديالي. فوالا، ها هو حيد الحمد لله. نقدر نعرف دابا هاد اش غيجرى مني غتاكزيكوت هاد الفونكسيون، مني غنعيطو على هاد الفونكسيون ان شاء الله. غنعيطو عليها، شوف معايا هادي راه بحال ديفينيتي اون فونكسيون هاتا، وعندها دي باغامتر، وغنجيو لهنا ان شاء الله مستقبلا هاتا في ما سبق من الفيديو. واحد الديف نجي لهنا ان شاء الله ونعيط على هاد الفونكسيون ليست ايتيديون باش تعطيني باش نطبقها. اذا تخيل هادي غتافيشي لنا واحد ليست ديال لي زيتيديون. وبالتالي غنمشي ان شاء الله نصايب واحد الاو ال، واحد لا ليست ان شاء الله ان اوردر ليست، هاي عاديه. ووسط ان اوردر ليست غنبقى نجيري ان شاء الله تسمح نجيري هذوك الليست. وبالتالي نقدر نستعمل الحمد لله اكسبرسون ريزور اللي فيها 4H. فوالا 4H بالنسبه للكل. فوالا الحمد لله، تدير غير كونترول هذاك وتكتب لك المسائل كامله كيما في بوك الفور. فوالا ماجيسكول تابيلاسيون، وتكتب بدقه واحده وتيحاول يخرج لينا هاد القضيه بلا ما نكون نسمحلو. الى الحمد لله فاغ ايتام ان كوليكشن، وهاد الكوليكشن راه هي هادي، ها هي كونترول سي. غنجي لهنا وندير ان شاء الله كونترول في كونترول في. وقلنا ديك المره في الدروس السابقه الخاصه بالرازور فاش تبغي ديكلاري واحد الفاريابل رازور تدير فار بلا اروباسك اخويا، فار السميه ديال الفاريابل، ولكن ملي تبغي تستعملو ولا تخدم به تدير اروباسك. وبالتالي انا شنو الهدف ديالي؟ بغا نجيري لي زيتام. اذا ليس ايتام ها هي، فوالا، واش غنافيشي فيها؟ غنافيشي فيها هاد لي زيتام. وبالتالي نمشي رو اروباسك اي تام، ها هو الحمد لله فهمها وطلع لنا. اذا افيشيو هاد اي تام.
الحمد لله صافا. هات دابا بحال الا درنا واحد الداله، الله يعطيك الصحه، سميتها لي ستوديون، غنجي هنا نحاول انني نطبقها، نعيط عليها. اذا نعيط عليها هات هذا هو، هذه بحال داله ديكلاريتا. اذا باش نعيط عليها خاص ندير لها اروباسك ديالها باش نمشي. هات يا بسم الله، انا اروباسك خاص يعطيني، خاص يعطيني ان شاء الله لي ستوديون. لا فهمه فوالا لي ستوديون، هي لي ست، هاي الحمد لله ليس ايتيديون، ها هي الداله ديالي. وهاد الداله ديالي دائما تتاخذ بارامتر، بحال بطبقها بحال بطبق شي داله عاديه. البارامتر هو عباره عن فونكسيون، عباره عن طابلو، وبالتالي نديكلاري واحد طابلو جديد، ها هو نيو، وندير ليه ان شاء الله سترينغ. ها حتى سترينغ ندير المعقوفات ديالي باش نعرفوا بانه راه طابلو، ونجي ندير ليه لينيسياليزاسيون ديالو، اكورات مفتوحه اكورد مسدودة، ونعطيه لي زاليمون ديالو. هاد لي زاليمون ديالو غيبداو واحد بواحد، وغادي الامور حكاك. فوالا فوالا، مثلا لي زيتيديون ديالي نبدا بمحمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نبدا مثلا باغ اكزومبل خديجة، مثلا هاهي خديجة، فوالا مثلا فاطمة عمر، باغ اكزومبل فاطمة مثلا، هنا عمر مثلا هما لي زيتيديون ديالي. الحمد لله. اذا اجي نشوف واش غاتيكزيكيوت عليا. شوف معايا، الله يخليك، الله يرحم لك الوالدين. اذا هذا كونترولور، شو السميه ديالو؟ تيست كونترولور، تيست هيلبر كونترولور. اذا لما اكزيكيوتي غنمشي ندير سلاش تيست كونترولور سلاش السميه ديال هاد الفيو. الفيو هو اندكس، وبالتالي غنرجع اخويا عند الاكسيون ديالي، ها هي، ونسجلها بعدا كاين، ونحاول ان نكزيكيوتها. واوتوماتيكمون مادام انا في وسط الباج غيفهم راسو، غيافيشيها ليا بلا ما نبقى ندير الروت ولا الشومان ديالنا. اذا كما قلنا هي تيست هيلبر، مشى دار اندكس، وبالتالي غيافيشي ان شاء الله مجموعه ديال لي زيتيديون ديالها، محمد، خديجه، فاطمه، عمر. اذا شكرا على الانتباه ديالكم، او شكرا على الانتباه ديالكم، والى اللقاء في فيديو اخر تفهمنا ان لاين ان لاين ان لاين الشمال هيربر الذي يمكن اعتباره دالة. فوالا يا بسم الله، الحمد لله. اذا شكرا.